اربطكم بليلة استثنائية واختر لكم فيلمين من السهرة يا ربي، فيلمين اللي راح اذكرهم ما هم واحد من هذول الافلام بل افضل منهم. شوفوا الممثلين الموجودين في الفيلم: بن أفليك، مات ديمون، كريس تاكر، جيمس من فينجا. وايش اللي صار وكيف تم التعامل مع هذول القراصنة من قبل قبطان السفينة يا ربي. والله انا جالس اضيع الفترة دي بين الجندي الافغاني والمترجم لا يا ابن الجندي الامريكي والمترجم الافغاني. طيب وكان يركز على الجانب الانسان. لا انا ماني في النص يا ابني، ركز. شبر هنا وشبر هنا، خلاص انت هنا حط خصرك هنا. يا سلام كذا انت في النص، المايك في النص كذا. طيب وكان يركز على الجانب الانساني. لا ايش النص كان يا ربي. لا يفوتكم هذا المسلسل الجديد. لا ايش كده، مو حلو، بارد يعني. المشاهد لما يشوف يسوي سكيب. لا تنسوا اللايك والفولو لكل جديد. سلام. صوت الساعة، ساعة جديدة باركولي. والله سوالف. سلام 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 يا عمي، ما بغينا.